ازيكم يا بنات، واهلا بيكم تاني في القناه. انا نوج، والنهارده عندنا فيديو ميك اب مستوحى من باليت مورفي. المفروض اعتقد اللي هي الجديده اللي كولابوريشن او بتعاون مع كوكا كولا. فلو عايزه تعرفي انا عملت اللوك ازاي وايه الالوان اللي جوه الباليت ورايي فيها، كملي الفيديو للاخر، هقول رايي فيها بعد ما نخلص التوتوريال. فلو عجبك الفيديو ده اعملي له لايك، سيبي لي كومنت برايك، وقولوا لي اي افكار نفسكم اعملها الفتره اللي جايه. وطبعا اهم 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 حاجه، ما تنسيش تشتركي في القناه وتدوسي على علامه الجرس علشان يوصل لك اشعار نوتيفيكيشن كل ما ننزل فيديو جديد. ويلا بينا نبدا. اوكي، اول حاجه هرطب وشي كله بالمرطب ده من يور جود سكن، وحاطه النهارده لانسز من فيكتوريا اسمهم داسي جراي، بحبهم جدا، هما بيكبروا العين ونوعا ما يعني باينين ان هما لانسز مش ناتشرال، بس بحبهم جدا الصراحه. بعد كده هستخدم سكراب الشفايف ده من سيفورا سلاش مرطب. عايزه اقول لكم اني اغرمت بيه، بصوا مش عارفه هيبان ولا لا، بس هو في حبيبات اي ثينك سكر او ما اعرفش حاجه مسكره، وبيعمل سكراب وفي نفس الوقت الحبوب دي بتدوب، وشايفين بيدي لون كمان وبيرطب الشفايف. حبيته سو فار جدا. بعد عام كام عشان اعمل سكراب للشفايف؟ ممكن تعملي بايدك كمان. بعد كده هستخدم الكونسيلر ده من O2O. بصوا هو مايل شويه على الصفار، حاجه بتخليني صفرة، فمؤخرا ما بقتش بحبه قوي، بس ماشي حلو يعني. بعد كده هستخدم الباودر دي من فلورمر. بعد كده هرسم حواجبي بالكت دي من كاتروس. لو في لون غريب في حواجبي كده، ده التاتو براو بتاع ميبيلين، كنت عاملاه من 3 او 4 ايام، فهو دلوقتي في فقره خلاص بيروح. بحب جدا التاتو الصراحه بتاع ميبيلين، بس اوحش حاجه الفقره بقى وهو بيروح يعني. يا اما لازم ترجعي تحطي، يا اما تضطري تتعايشي مع اللون اللي بيحصل ده. بقالي فتره الكام شعريه اللي في اخر الحاجب طوله وشكلهم بقى غريب، وانا ما بقتش انزل بالباودر قوي ليهم، بس هضطر النهارده انزل علشان شكلهم يبقى اظرف شويه. اللي هتسال طوله من ايه، انا بستخدم بقالي سنين زيت خروع على حواجبي. بعد كده هستخدم مسكره الحواجب دي من اسنس اللي ملهاش اي ملامح، علشان انا بحب الصراحه منظر شعر الحواجب وهو واقف، اصلا الحركه دي طالعه موضه، ف اي لاف ات. هو مش اقوى يعني جل حواجب بيثبته، هو المفروض ان هو فيه لون، بس يعني على سعره الصراحه حلو يعني. دلوقتي هستخدم الباودر دي من فلورمر، هحطها تحت عينيا بكميه كبيره، علشان لو حطينا الاي شادو اي حاجه وقعت ما تبوظ الكونسيلر. دلوقتي جينا للخطوه اللي بدات منها اللوك ده كله، الباليت دي من مورفي بتعاون مع كوكا كولا، وده شكل العلبه من بره، هنفتحها سوا. وبتيجي جوه، عارفين البتاع اللي بيفرقع ده، وده شكل الباليت. طبعا جاي معاها مرايه، المرايه الصراحه الكواليتي بتاعتها حلوه، ودي الوان الباليت وكل لون احلى من التاني. بقالي يعني كتير مفيش باليت ابص لها، حاسه ان كل الالوان تستخدم. طبعا الاحمرات انا عارفه ان هي شويه يعني جريئه، بس تعمل لوكس تحفه. ده طبعا بيندهلي، هو سيلفر جليتر، الاحمر الشمر يجنن يعني. تقريبا الصف اللي في النص ده كله مش عندي الوانه دي، لا تقريبا كل الالوان اللي هنا يعني جديده مش عندي، فدي حاجه اسقف نفسي عليها، علشان انا حاسه مؤخرا ان انا في باليت كتير ومعظم الالوان متكرره جواها. طيب هستخدم اللون ده كلون انتقالي في كسره العين. دي مش اول مره استخدم اي شادوز من مورفي الصراحه، معروفين ان هم يعني الكواليتي بتاعتهم حلوه واسعارهم مش غاليه قوي. طبعا باخد كميه صغيره وادمجها، وبعدين لو احتجت تاني باخد تاني. هاجي بفرشه دمج نظيفه وادمج اطراف الاي شادو. بعد كده هاخد اللون ده، هو بني شويه على رمادي، وهحطه في نص الجفن من بره، وهسحبه وهدخله من فوق هنا لحد مجمع العين. طبعا لو حسيت انه شوية دمج تقل مني، هرجع بفرشة الدمج ادمج الاطراف، هرجع باللون الاولاني الانتقالي
او الفرشه اللي كان فيها اللون الانتقالي وادمجه مع طرف الاي شادو. بعد كده هستخدم اللون الاحمر ده وهنحطه على نص الجفن اللي جوه. ده هيكون زي بيز للجليتر الاحمر اللي هنحطه علشان لو في فراغات ما يبقاش مبين الجفن من تحتي. انا اخترت اللون الاحمر ده علشان اهدى شويه من اللي جنبه، بس يعني للامانه ده كمان فاقع، كنت متوقعه انه هيبقى احمر قاتم اكتر من كده. هرجع بالباودر واحطه هنا تحت الاي شادو عشان نحدده اكتر. بعدين دلوقتي هستخدم الجليتر الاحمر ده وهاخده بايديا وهحطه فوق الاحمر اللي أوه مون دي. شايفين اللي انا شايفاه؟ حقك تصوصو حقك. والحلو في الجليتر ان هو مش محتاج جلو، يعني اتحط منه لنفسه. هرجع باللون الغامق تاني وادمجه مع الجليتر الاحمر وادخل بيه فوقه، شيل اي جليتر زيادة وقع، مش وقع اكشلي، طلع فوق. لا بجد شابو مورفي، الجليتر يعني كأنه في جلو منه من نفسه، في حاجة ستيكي فيه. اوكي، هستخدم الجليتر السيلفر ده كايلاينر. سيربرايز، يا رب الموضوع ينجح. يا جماعة انا قاعدة الافكار عمالة بتجيني وانا بصور، يعني انا مش حاطة حاجة في دماغي. يعني كنت عارفة ان انا عايزة استخدم الاحمر والسيلفر ولون غامق، بس هنعمل ايه؟ ده اللي بيحصل بقى دلوقتي. اوكي، هاخد فرشة فلات كده وتكون رفيعة علشان هنرسم بيها ايلاينر بالجليتر، عايزاها تكون دقيقة. اوكي، كلهم قعدوا على رموشي. اوكي، احنا بنفشل. بما ان الموضوع ما نفعش على طول بالفرشة، هاخد الكونسيلر وهاخد فرشة الايلاينر دي وهنرسم الاول الايلاينر ونلزق عليه الجليتر. مفيش حاجة هتقف في طريق الميك اب اللي احنا بنعمله. فشلت تاني زي ما قلت لكم، لن نيأس. هشيل كل اللي احنا عملناه ده، ارجع احط الجليتر الاحمر تاني، هنحط اللون البني. اوكي، بما اني معرفتش اعمل الايلاينر فهحطه جوه في الانر كورنر. اوكي، دلوقتي هنبدا في العين من تحت، وهحط الاول اللون اللي استخدمناه كلون انتقالي تحت العين. ان العين دي تدمج هيكون فيها شويه غريب بعد اللي حصل. طبعا انا يعني بالعافيه وصلته للليفل اللي احنا فيه ده. بعد كده هستخدم اللون البني الغامق اللي كنا حاطينه من بره تحت خط الرموش بالظبط. بعد كده هاخد اللون ده، هو يعني لون لؤلؤي ففكر استخدمه كهايلايتر تحت الحاجب. بعد كده هستخدم القلم الابيض ده من سيفورا، هستخدم الكحل ده من هدى بيوتي، والكحل هستخدمه في العين من جوه من فوق. بعد كده هنفض الباودر اللي كنا حاطينه. اوكي، بعد كده هستخدم الماسكارا دي من فلورمر. اخر حاجه علشان نكمل لوك العين هستخدم الرموش دي من اردل. اوكي، دلوقتي هعمل كونتور وهستخدم الكونتور ده من اسنس. بعد كده هستخدم البلاشر ده من سيفورا، اخترته الصراحة عشان هو محمر وعايزين يعني نمشيه مع اللوك شوية. هو مش محمر، يعني هو على اورنج شوية على محمر. بعد كده هستخدم الهايلايتر ده من اوفرا. بعد كده هرش مثبت الميك اب ده من مايبلين. اخر حاجة هستخدم الليكويد ليبستيك ده من هدى بيوتي، وهسيب لكم اسامي ودرجات كل الحاجات اللي استخدمتها تحت في الديسكريبشن بوكس. طبعا اخترت لون يكون نود
واعتقد كان ممكن يبقى نود اكتر علشان الشغل اللي في العين كتير، فعايزين ما يبقاش فيه حاجات كتير في اللوك، مع ان عادي ممكن نحط روج احمر. غيرت وحطيت لون احمر لدواعي تصوير فيديو هنزله على الانستجرام، تنسوش تابعوني على الانستجرام عشان تشوفوا الفيديو اللي انا صورته وقلت اوريكم اللوك. واستخدمت ماي فيفورت ليكويد ليبستيك فلورمر سلك مات. قولوا لي في الكومنت حبيتوا انهي اكتر، فلورمر ولا هدى بيوتي. كده نكون خلصنا اللوك، وهقول لكم رايي سريع في الباليت. الباليت عايزه حد جريء، يعني هي مش يوميه بس مع ان فيها الوان المات كلها ينفع تبقى يوميه. لو انت بتحبي الميك اب هتحبي الباليت. انا مش عارفه هي ليميتد اديشن ولا لا، وانا جبتها من اكونت على الانستجرام هنا في الكويت لانه المورفي مش متاحه في الكويت. هسيب لكم لينك الاكونت تحت، بس اعتقد ان هي ما بقتش متوفره لان دي كانت اخر واحده انا خدتها. ياي. بالنسبه للبيجمنت بتاعه الالوان البني كانت هايله تحفه، الجليتر تحفه، مع ان الجليتر شويه الفضي يعني كان نفسي ينجح في ان انا ارسمه ايلاينر، بس هو نفس الكواليتي بتاعه الاحمر بيلزق لوحده مش محتاج جلو. دي حاجه بيرفكت عشان في بنات كتير بتشتري جليتر وما تبقاش عارفه تلزقه، فدي ادفانتج او بوينت تحتسب ليهم. ادي الباليت صراحه انا كنوج اديها 9 من 10، كواليتي حلوه، بلندنج بتاعها حلو. استمتعت جدا بان انا اخرج من الكومفورت زون ونعمل حاجه مستوحاه من كان الكوكاكولا اللي انا ما بشربهاش. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم استفدتوا واستمتعتوا وانتوا بتتفرجوا عليه. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، سيبوا لي كومنت تحت برايكم. واخيرا وليس اخيرا ما تنسوش تابعيني على السوشيال ميديا بتاعتنا، على الفيسبوك تويتر انستجرام سناب شات وعلى التيك توك، واكيد على اليوتيوب. هتلاقوا كل الاكونتس تحت في الديسكربشن بوكس فوق الفيديو دوت. لو انت على الفيسبوك كانت بتظهر على الشاشه خلال الفيديو، كمان هتظهر في اخر الفيديو ده. اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي. يلا ليتس جو ليتس جو. بعد كده اتبك على ايه ولا ايه ولا ايه، اتبك على ايه ولا ايه ولا ايه، على ويل ولا الجراح ولا عمر اللي راح. مش عايزة اقول لكم حياتي بقت عبارة عن جليتر. Coca-Cola, follow, shake, shake, shake. Oh, great. I found my love in Portofino. La 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 la. يعني اوكي كنت عايز اعرف، يعني كنت عايز اعرف. Oh my God. 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 لو سامعين صوت حاجة بتزيق زي دي كده، ده أنا بل لما بيكون نعسان، أو كل العصافير معظمهم يعني لما بيكونوا نعسانين بيعملوا الصوت اللي هو كيوت الصراحة بالنسبة لي، بس في ناس تانية ما بتحبوش. خلصنا من الزمامير، بقى في هوهوة كمان. مش هوهوة، في صوصوة. لازم أشم باودر كل مره اعمل فيها. خلاص انا بل بليز خش انام، بليز 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 بليز. كمان انا بل بليز نام انا بل. لا لا يعني كم شعره. لا 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 ما اتفقناش على كده. اوكي اوكي لو سمحت لو سمحت انا بل بعد اذنك بعد اذنك. سمع صوت حاجة بتعطس فوق، معرفش يمكن تكون في هم. يا ماما إيزابيل، إيزابيل قاعدة بتحرك بتفرك جوه العشة، حالة عصبية. مراتك بتعمل ايه يا سانتياجو؟ عاملة دوشة في العشة بتعمل ايه؟ هتلاقوا كل الاكونتس تحت في ديسك في لا 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 لا. من رمش عيني ومن منه يا ما شفت يا ناس منه منه. هتلاقي كل الاكونتس تحت في ديسكريبت.
لا والله. بعدين في الاخر اقعد اصحيهم وانا بغني، وبعدين ازعل ان هم صحيوا وعاملين ازعاج في الفيديو. في الفيديو بالمناسبه انا ما بشربش اي حاجه فيها صودا، بعيدا عن ان هي مضره بتستفز لساني. يعني بعد فتره ما بتعودوا نفسكم ان انتم ما تشربوهاش بتلاقوها مستفزه، مش طعمها مش حلو. مش هكذب واقول ان انا ما بحطهاش خالص في بقي، بس ساعات كده اللي هو باخد بق بالظبط، انما صعب بتلاقوني بشرب واحده كامله. يعني ممكن اخد حاجه صغننه كده ده كل فين وفين، بس I'm so proud of myself وفي الحوار ده الصراحه، يعني لان عندي صحاب كتير مدمنين الكولا. فبس no offense كوكاكولا ليكو ناسكو يعني، بس انا it's not me، انا بتاعت قهوه سوري. بس انا اشتريتها مخصوص عشان اصور الفيديو ده، انت متخيلين؟ مش عارفه اذا هشربها ولا لا. وهو ايه الاوريجينال تيست؟ هو في تيست فيك؟ ها ها.